وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة خير الله أكبر، رئيس الخدمات التمريضية للأقسام الجراحية بمجمع السلمانية الطبي. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وبداية، ماذا يعني لكم الاحتفال بهذا اليوم كممرضين وممرضات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. في البداية أشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على أهمية الاحتفاء بيوم التمريض والقبالة. تحتفي مملكة البحرين مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العربي للتمريض والقبالة، والذي يصادف 3 سبتمبر كل عام. والهدف من هذا الاحتفاء هو مواكبة أهداف التمريض من عدة مجالات، من رعاية، عطاء، كفاءة، عناية، جودة، علم ومعرفة. نمية التمريض عطاء وطموح وواجب سامي تحمل الكثير من المسؤوليات الممزوجة بالعطاء والرحمة والإنسانية. وطبعا يأتي هذا الاحتفاء في ظل اهتمام مملكة البحرين بدعم وتوطيد العلاقة والرعاية بين المريض والتمريض، حيث أن مسيرة العطاء والتواصل دليل للفخر بهذه المهنة العظيمة لرعاية المريض. وما وصل إليه مستوى التمريض والقبالة من نموذج حي يدل على طموح وتحدي التمريض والقبالة للعوائق ورغبتهم بالاستمرار بالعمل والتطوير. هل حدثتنا أستاذة فاطمة عن أهم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال؟ نعم، من ناحية الإنجازات، حققت مملكة البحرين للمستشفيات الحكومية إنجازات عديدة ومميزة في جميع التخصصات في مجال التمريض، فقد حرصت على التوعية بأهمية التمريض كونها من أهم المهن التي تخدم الإنسان والمجتمع، حيث تشجع الطلاب على تبني تخصص التمريض ورفع كفاءة الأفراد والاهتمام بهذا المجال. ومنذ بدء جائحة كورونا أخذت مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية عظيمة للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، وذلك لرفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس. من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة ورفع كفاءة التمريض والعمل على توعية المجتمع. ناحية أخرى، حققت المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين إنجازات عظيمة في مختلف المجالات التدريبية والتطويرية. ومثال على ذلك انتداب عدد من الطواقم الطبية والتمريضية للدراسات الإدارية والقيادية بمعية معهد الإدارة العامة بيبا، انتداب عدد من الطواقم التمريضية لإكمال الدراسات التخصصية في مجال القبالة، وتقديم الدعم لتنسيق البرامج التدريبية المستجدة بالتعاون مع المستشفيات الأخرى في مستشفى قوة الدفاع ومستشفى الملك حمد والإرسالية الأمريكية. نعم، الأستاذة فاطمة خير الله أكبر، رئيس الخدمات التمريضية للأقسام الجراحية بمجمع السلمانية الطبي، شكرا جزيلا لك.